زي برج الثور، أنت عزيزي طيب حنون، تحب الاستمتاع بالحياة طبعا كبرج ترابي. أنت جميل، أنت جميل من داخل ومن برا، وكذلك تحب جمال الآخرين وتقدر الناس الطيبة. وعندما أتكلم عن الجمال، تعرفون أني دائما أتكلم عن جمال الروح وليس جمال المظهر، لكن عندما تكون الروح جميلة فطبعا الوجه يكون أجمل بكثير. أنت عزيزي ذكي، أراك هادئ ذكي، أنا أتكلم بطريقة عامة عن طاقتك بطريقة عامة، يعني ستكون منظم مرتب واثق من نفسك، تضع يعني كتعرف فين كتحط رجليك، تعرف أين تضع قدمك، وكتعرف يعني ماشي كتعرف واثق يعني أي طريق تريد أن تمشي فيه، تفهمونني ياك؟ إذا أراك كذلك عزيزي إسعاد الآخرين. لماذا؟ لأنك سعيد. ولماذا أنت سعيد؟ لأن ستحدث لك أشياء جميلة، نعم، وهذا قد يعطي لك واحد الطاقة ونظرة جديدة للحياة، وستتعامل مع الأشخاص بطريقة عجيبة، يعني جميلة جميلة بزاف. هذا العام سيكون عام جميل. نواصل. في أراك تريد أن أراك مسؤول بزاف، تعمل وتبذل مجهود كبير، لا ترتاح، لا تستسلم مهما كانت المواقف والأمور، لا ترتاح حتى تصل إلى قمة الجبل عزيزي برج الثور. كذلك أراك رومانسي بزاف، وتبني قصص جميلة، قصص خيالية رومانسية مع الأمير أو مع أميرتك، لا تنسوا أنها قراءة للنساء والرجال، وتبني قصور، لا تبني قصر واحد، قصر واحد لحبيبك ولك، لك ولحبيبك، تبني قصور في السحاب. أراك إيجابي إيجابي بزاف، وعندما تستيقظ فاش كتنوض من النعاس، قبل ما تفتح عينيك تبتسم، يعني في الصباح عندما تستيقظ قبل أن تفتح عينيك أنت تبتسم، الابتسامة مرسومة بفضل هذه الإيجابية العجيبة. الله، جميل جميل، فرحانة فرحانة بزاف من أجلك عزيزي برج الثور. تشبث بهذا الطاقة الإيجابية أرجوك، فسيحدث لك شيء عجيب هذا العام، سيكون عامك يعني سلس وسهل وجميل، وكل شيء يعني الماء سيتدفق في النهر بطريقة عجيبة وسحرية، وكل ما رسمته في خيالك عزيزي برج الثور سيتحقق إن شاء الله بإذن الله، والحمد لله، آمين يا رب العالمين. واصل. الله، فرحانة، أفرح بزاف. هكذا أريدكم، هكذا أريد أن تكون تعليقاتكم. إيمان، أنا هكذا، أنا حصلت على هكذا، حدث لي هكذا، هكذا ستكون إن شاء الله هذا العام. 100% ديال التعليقات ستكون إيجابية، وحصلت لكم كل ما أراه هنا إن شاء الله يا ربي الحبيب. نواصل. فرحانة، فرحت بزاف. هذا العام عزيزي كما قلت سيكون عام عجيب مختلف تماما على العام اللي فات. تبتسم للحياة كما تبتسم لك الشمس كل صباح، وتقول صباح الخير، صباح الخير، بونجور، جود مورنينغ، بوينوس دياس، صباح الخير، لكن بابتسامة، بواحد الفرح، بواحد الشغف، بواحد كما أنك يعني طفل صغير خلقت وتريد أن ترى أشياء جديدة وتتعلم أشياء جديدة وتتعرف على الناس آخرين. مهم، إيجابي إيجابي بزاف، تبارك الله عليك عزيزي برج الثور. الله، زوين. بالنسبة للعمل والدراسة، لمن يدرس ولمن يعمل، أرى بداية عمل جديد. نعم، هناك تغيير، تتكلم عن التغيير. الله، عمل فرص عجيبة. الله الله الله، ما هذه القراءة الرائعة والجميلة. الله، سعدتكم برج الثور، قراءة 10/10، ماشي 10، 100/10. بالنسبة للعمل والدراسة، البعض منكم سيبدأ عمل جديد، نعم، تغيير هنا يتكلم عن التغيير للأفضل،
لذلك عزيزي إذا توقفت عن عمل لا تحزن، ما تدخلش في هذه الدائرة السلبية، لا 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 لا، لأن ما وراءه شيء عجيب، فرصة ذهبية، فرصة ديامو، يعني ماشي غير الذهب والجواهر والياقوت والماس، واخا هذه الفرصة، واخا كونوا إيجابيين دائما، لأنك أنا أراك هنا هذا العام تركز بزاف وتعرف ماذا تريده، لذلك لا تتشائم إذا كانت هناك بعض الصعوبات، ما ترقوليش، ما تطيحوليش، لا تسقط، قوموا واخا، لأن ما وراء هذا شيء جميل، ألوان خضراء، واخا بعد المرحلة الجافة اليابسة مرحلة خضراء، واخا لذلك كونوا ليا إيجابيين سيل فو بلي. البعض منكم سيبدأ مشروع جديد وأنت واثق من النجاح، وهذه الثقة ستفتح لك أبواب النجاح، هذه الثقة هي مفتاح نجاحك عزيزي برج الثور. وبالنسبة للدراسة، هناك البعض منكم يريد أن يبدأ دراسات عليا جديدة أو مهن جديدة، والنجاح كذلك هو عنوان هذا العام. عندنا جوج ديال الكلمات، رومانسية كبيرة ونجاح كبير، سواء في العمل، في الدراسة، في المهم في الجانب المادي، واخا هذا العام عام الرومانسية والنجاح المادي والنجاح في كل الأصعدة عزيزي برج الثور. لذلك لا تستسلم أرجوك، واخا بلاتي نسيت ما حطيت هادو، واحد، واو 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 واو، الله الله على قراءة، الله سعداتكم عزيزي برج الثور، قراءة واو، يا لها من قراءة عجيبة، ما عندي ما نقول لكم، ما عندي ما نسالكم، قراءة جميلة كنصفق لكم لأنها كارتات إيجابية 100%، واخا بعدين غادي نحكي لكم ونشرح لكم. إذا البعض منكم عزيزي ربما ستصلكم رسالة محتواها إيجابي، غادي تفرحوا ليا بزاف، واخا قد تكون دعوة للسفر أو للعمل في بلد آخر أو بلد أجنبي، هذه الكرت تتكلم عن الانتقال وعن الرحيل وعن السفر لمكان بعيد أو قريب، لكن أرى ربما لبلد آخر، واخا. والآن غادي نهضروا على الحب، لامور، لاف، امور، ما تحبونه في الأغلبية، واخا، لكن كتطلبوا مني أني أقرأ لكم عن الجانب المادي، أنا دائما كنركز في ما هو روحي وعاطفي، لكن أعرف أن البعض منكم يحب أن يستمع للجانب المادي، فأنا أتكلم عن المال والنجاح كذلك، واخا هذا ما رأيته بالنسبة للعمل، للدراسة، وطاقتك يعني جنرال في هذا العام، واخا وكل شيء إيجابي وجميل، سعادتكم أجمل قراءة لحد الآن، واخا. بالنسبة للحب عزيزي برج الثور، أراك تدعو الله أن يجمعك، وفي العام اللي فات كذلك يعني دعيت الله بزاف وطلبت من الله كثيرا وأكثرت من ذكر الله والاستغفار، والكارت تقول لي أن الله يمنح لك رعاية وحماية وعطاء ورزق، وهذا ما رأيناه، وخير واسع، الرحمن الرحيم ينزل عليك رحمته، لذلك اشكر الله يا حبيبي، اشكر الله أرجوكم، فالله جميل، الله طيب معنا، الله ماشي غير طيب، طيب هي كلمة صغيرة يعني ليس لها قيمة، الله ذو طاقة عظيمة ولا تعرفون ما يفعله الله من أجلنا، لذلك أحيانا الإنسان ليس سعيدا لأنه لا يقدر حب الله لنا. نواصل. الرحمن يعرف أنك عانيت كثيرا عزيزي برج الثور، لكن كل هذه المشاكل وكل هذه الصعوبات هذا العام إن شاء الله غادي يمحيها بهذا بلاغوم هكا يعني بطريقة سهلة، سيمحيها بطريقة سهلة جدا وسحرية، الله سحر عجيب طبعا، سيختفي كل الألم عزيزي، القلب سيفرح، لذلك افرحوا لي، الله يخليكم، شوفوا شوفوا يلا شوفوا
هذه القلب سيفرح. نعم كتقولوا لي إيمان أنت لا تتكلمين عن ما هو سلبي ولا تقولين الحقيقة عن السلبيات. نعم يا الله يا سيدي غادي نقول لكم دائما هناك حسد، هناك ناس تريدنا أن نغرق في الحزن، تريدنا أن نيأس مثلهم، لكن لماذا سأركز أنا في هاد الناس؟ علاش؟ علاش عباد الله؟ ماشي شغلي بي، ماشي شغلي. لا تبالي لهذه الأشياء، لا تركز، خليهم يزرعوا الكرمة ديال حياتهم، ماشي شغلي، من دايرو حال، ماشي شغلي يعني في هاد الناس، أنا أركز في حياتي عزيزي، أنا أتكلم عني يعني أتكلم عنك، ركز في حياتك، ماذا تريد؟ تريد حبيبك بجانبك، تريد قصة خيالية عجيبة، أرسمها، يعني ركز فيما تريده ليس فيما لا تريده، ماشي شغلي. نعم هناك فئران، هناك سم، هناك فساد، هناك غيرة وحسد، ماشي شغلي عباد الله. لا تركزوا في هذه الأشياء، اتركوها، كونوا يعني لا تقاوم، خليهم يديروا اللي بغاو. واخا خلي كما يقول هذه الأغنية جات لي أنا أتكلم، جات لي الأغنية ديال الشاب مامي، خلو يهضروا انا نبغيك ونسيتها، انا نبغيك، المهم نسيت ديال الشاب مامي هذه الاغنيه التي تتكلم عن الحسد، نسيتها شفتو. المهم جات هي رساله سماويه الاغنيه ديال الشاب مامي قديمه، واو 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 خلو يهضروا، يعني يتكلم عن الحساد وهذه الطاقه التي تتدخل بين العاشقين دائما، يريدون تدمير ما هو جميل، لكن الحب اقوى اقوى، لان الحب ليس هناك اقوى من الحب، لانها طاقه سحريه، لانها طاقه ساميه، عندما يحب الانسان يشعر بواحد يعني روحه تتغير، تكون اللطف والطيبة، وسبحان الله هي هو شيء عجيب وجميل الحب، وخا يغير الإنسان لأفضل ولأفضل. وخا نواصل، أنا نبغيك وانت تبغيني، ما على باليش اش برايهم وياه. المهم هي طبعا شمامي كيغني بالجزائرية، وأنا ربما بعض الكلمات ما كان يعني ما كنطقهاش مزيان. المهم كنحب الشاب مامي بزاف 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 بزاف، وكنحب كذلك هذه الاغنيه اللي كيغنيها مع ستينغ لانها روحانيه بزاف، هذه مده طويله وانا نحوس. المهم غزاله غزاله لانها موسيقى روحانيه وعميقه، ديب ديب يعني تدخل الاعماق. واخا اليوم نتكلم عوض عن برج الثور نتكلم عن الشاب مامي، لا ادري ما هو برج الشاب مامي، ربما برجه هو الثور، لا ادري. المهم جاليه نواصل القراءه يا ايمان. قلنا أن الله غادي يخرج كل ما هو سلبي من حياتك، لذلك قلبك سيفرح هذا العام عزيزي برج الثور. وخا ربما أنت عشت تجربة، ربما تجربة سلبية العام اللي فات، وخا والله يسألك عزيزي برج الثور، هل ما زلت تحبني؟ أيها الكائن الجميل، هل تثق في خالقك؟ وخا الله يتكلم من خلال هذه التجارب عزيزي برج الثور، الله يتكلم معك، هل ما زلت قويا؟ هل تؤمن بحب الخالق؟ هل تؤمن بأن الله دائما معك؟ وخا هل قلبك سليم؟ عندما يكون قلبك سليم هذا يعني أن الله موجود في حياتك، في روحك، في عمق كيانك. وخا وكذلك يسألك الرحمن، هل طردت الله من قلبك يا أيها الكائن الجميل، وعوضته بالسلبيات واللون الأسود؟ لا طبعا، لا لا، أنت متشبث بالرحمن، أنت متشبث باللطيف الحميد، لأنك تعرفه، أنت على يقين أن الكون يخدمك، أن الله يحميك، يعلمك من خلال هذه التجارب، يعلمك عزيزي. الله لطيف، الله نعمة في حياتنا، لذلك لنحس بهذه الحب السماوي، الحب الإلهي، يجب أن نشعر به لتكون قويا وسعيدا. الله يعلم ما بداخلك عزيزي برج الثور، لكن يدعوك للصبر والرضا، وبفضل
هذا كل هذه الإيجابية التي تكلمت عنها من قبل، يعني في الأول، فأنت يعني ستفتح عينيك، سترى أن كل ما رسمته في خيالك سيتحقق. أراك مع حبيبك جالسين، يدك في يديه، ينظر إلى عينيك، تعيشان مواقف، لحظات رومانسية عجيبة عجيبة عجيبة، جميلة بزاف. كما قلت، هذا عام الرومانسية والجمال، النجاح عفوا. ستعيش لقطات جميلة جميلة بزاف. كذلك هناك تغيير وتطور في العلاقة، هذا عزيزي سيكون عام رائع، غادي نخصلك في عام رائع. هناك من يغار، نعم، لكن أعيد، لن لماذا أنا غادي لماذا سأركز أنا في هؤلاء؟ نعم، يغارون من هذا الحب الجميل وهذه طاقات تعيسة. كما من جديد يعودون بحال ترمينيتور دائما يعودون، لكن خليهم، لأنها في الحقيقة هذه الطاقات وهذه الشكامة وهذه الحساد ربي يخليهم لنا، لأنها نعم ربي يخلي، يجب أن نحبهم، لأنها في الحقيقة تقوي الرابط. كلما أبعدوه الحبيب، كلما أبعدوه، يعني كلما أبعدوا الحبيب، بحال لاستيك، بحال هذا، كيف نقول باللغة العربية الفصحى، هذا المطاط الأبيض الرقيق، لاستيك، المهم حنا نقول لاستيك، كيجبدوه هكا، يعني يقومون بتمديده، وماذا يحصل في الأخير؟ يعني يعود بواحد القوة عنيفة، وهذا ما سيحصل مع حبيبك. هناك حب جميل، هذا الحبيب يدافع، مسكين يدافع رغم التدخل، رغم الطاقات، يعني هي يعني طاقات قوية تؤثر يعني في هذه العلاقة، لكن الحب أقوى، وهو يدافع. لماذا؟ لأنه يريد الحفاظ على جنته، على بستانه الجميل والوردي الذي هو أنت عزيزي. واخا، لا تبالي عزيزي للطاقة، لا تبالي لطاقة الحسد، ماشي شغل، لا تذكرها أبدا، لا تذكروها في حياتكم، لا تتكلموا عنه ولا عنها ولا عنهم، خلوهم. كن متأكد أن هذا الحبيب أول وآخر إنسان في حياتك، لأن هنا حب جميل، الحياة ستجمعكما. هذا الحبيب سيكون لك، شوفوا النهاية ديال القراءة، نهاية رومانسية تتكلم، يعني كل كارت إيجابية. هذا الحبيب سيكون لك وأنت له، هذا سيكون دائما في حياتك، مثل ما تكون الشمس التي ما تظهرش هكا، مثل ما تكون الشمس دائما حاضرة في سمائنا دائما. وخا هكذا، هذا الحبيب لك وأنت له، الحياة ستجمعكم. بالنسبة أعيد، بالنسبة للأمور الخارجية لا علاقة لها بالمشاعر، هو يحبك ويحبك، وخا كن على يقين. لذلك أكثر من ذكر الله والدعاء، هذا الحبيب يحبك، نعم. تخلص من الخوف حبيبتي، تخلصي من الخوف، كوني قوية عزيزي، تخلص من التفكير السلبي، هذا الحبيب سيضحي من أجلك، هذا الحبيب مستعد يا حبيبتي ليهيب لك كل شيء. كوني هانية، غير كوني هانية، ارتاحي ليا، عيشي حياتك بهذه الطاقة الإيجابية اللي قلتها لكم في البداية، وإذا لم تكوني هكذا فكوني هكذا، أنا أأمركم أن تكونوا إيجابيين، سترون النتائج في الآخر، الله يخليكم. تخلصي من التفكير، ارمي هذا التفكير القبيح، هذا التوتر وهذا الشيء اللي كيلوث الطاقة ديالك، ارميها برا، اوت، فويرا، دهوغ. لا تبالي بما هو سلبي، أرجوك فقط ركزي في الإيجابي 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 الإيجابي، والحب والعاطفة والنجاح والرومانسية. هذا عامك سيكون عام رومانسي، وقولوا لي أنتما إذا كان لديك حبيب فسيعيشك أفضل لحظات، إن لم يكن لديك حبيب فستعيش قصة حب عجيبة رومانسية بحال الأفلام الهندية وهذه الأفلام السحرية العجيبة، أفلام الحب. واخا، هذه ستكون طاقتك عزيزي برج الثور هذا العام. هذا الحبيب أراه يضحي من أجلك، مستعد،
مستعد يدير داكشي اللي بغيتيه ليسعدك. لذلك لا تقاوم الأمور، كوني مرتاحة فلو، يعني كوني مثل الماء كما أقول دائما، لا تقاوم أي شيء، خليوها تكون كما شاء الله وسترون. وادعوا الله كثيرا، أصر الإيجابية والدعاء، واطلب من الله ما شئت، أدعوه تمنى. فأنا أرى هنا بداية، هذه تتكلم عن بداية جديدة بعيدة عن كل هذه الطاقات الحسد، وأن هذا الحبيب يحلم بحياة سعيدة معك لأنه نصفك الآخر. وخا قراءة رائعة، ألخصها قراءة، عامك سيكون أعيد، عام الرومانسية. أرجوكم رسموا لي هذه الإيجابية اللي شفتها هنايا، واخا طبعوها في العقل اللاواعي، العقل الباطني، وسترون النتائج، لأنك أنت من ترسم حياتك، ترسمها في عقلك وبروحك والكثير وبالإيمان في الخالق أنه يحبك ويريد الأفضل لك، وترضى بما كتبه الله لك، وأن الأشياء التجارب السلبية هي في الحقيقة، يعني الله يعلمنا، يعلمنا لماذا؟ لأنه يحبنا. وخ قراءة عجيبة، قراءة عجيبة ميرفييوز. والآن غادي نشوف لكم جملة أو لا أدري بلاتي، خليوني. وخ هنايا،